قال محافظ بنك إنجلترا المركزي إن احتمالية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق مرتفعة بشكل كبير. أدت هذه التصريحات إلى انخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني وإلى انتقادات من جانب المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي. من جانب آخر، تواصل رئيسة الوزراء تريزا ماي مساعيها لإقناع شركائها الأوروبيين بخطة تشيكرز التي قدمتها كإطار لمفاوضات البريكزيت. حرج وقلق وتشتت. ماي وحكومتها في صراع مع الزمن حول مصير البريكزيت، ولم يبقى أمام رئيسة الوزراء البريطانية سوى أشهر قليلة للتوصل لاتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في خطوة أشبه بالمستميتة لإنقاذ خطة تشيكرز. ماي تلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر إجازته الصيفية جنوبي فرنسا، وذلك في محاولة لإقناعها بخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو بدوره سيلين صلابة موقف المنظومة الأوروبية في مفاوضات البريكزيت، خاصة بعد أن بعث رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل باغني برسالة للمملكة المتحدة يعبر فيها عن استعداد الاتحاد لإقامة علاقة غير مسبوقة في عمقها ومتانتها مع بريطانيا على حد تعبيره. اللين الأوروبي وبداية الانفراج في مستقبل المفاوضات لا يلغي الواقع الاقتصادي الشائك الذي ستعيشه بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق مع نظرائها الأوروبيين. حاكم مصرف إنجلترا المركزي أرسل تحذيرا متشائما عن واقع بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الأوروبيين. أسعار مرتفعة، تجارة مضطربة، واقتصاد متأرجح، في وقت تتلاشى فيه فكرة ازدهار بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي دأب كبار المسؤولين البريطانيين المنافحين عن البريكزيت على ترديدها. ضبابية الموقف وسوداوية مخرجاتها المحتملة تجعل من لقاء ماي بماكرون حاسما على أكثر من صعيد، ورهان الحكومة البريطانية الجيوستراتيجي على ثقل باريس الأوروبي قد يكون حلا لمعضلة البريكزيت ومفاوضاته. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مصطفى البازركان الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور مصطفى، وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية، ما الذي يعنيه أن يأتي هذا التحذير من المحافظ محافظ البنك المركزي؟ لأنه عليه ضغط، يعني أصبحت العلاقة بين محافظ البنك المركزي والوزارة البريطانية علاقة تشوبها جزء من حساسية. لماذا؟ لأنه لو نعود إلى الوراء كان تصريح واضح لمحافظ البنك المركزي قبل الاستفتاء بما يتعلق بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بالحرف الواحد ليس من صالح بريطانيا الانسحاب، ثم عدل ذلك بعد الاستفتاء و انسحب من تصريحات متعلقة بالبريكزيت. ولكن يوم أمس مع إعلانه لأول مرة رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2008 كان واضحا أكثر. لماذا؟ لأنه عليه ضغوط وعليه مسؤولية، ولذلك كان واضحا أنه حينما يقول الأمور ليست واضحة، الأمور ضبابية، ولذلك أي قرار يتخذ لابد أنه نعرف، يعني هو يضع ضغطا على القيادة السياسية البريطانية لتوضيح أين بريطانيا الآن؟ هل هو هناك بريكزيت عسير؟ هل هناك بريكزيت يسير؟ أو لا اتفاق وخروج فوضوي؟ هذه هي النقطة الأساسية. سأعود إلى تصريحاته، قال بأنه الخروج بدون أي اتفاق سيكون له تبعات كبيرة على الاقتصاد، سنشهد ارتفاعا بالأسعار، مشاكل في التجارة الخارجية. هل يمكن أن تعدد لنا ما هي يمكن أبرز مساوئ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟ ما هي تبعات ذلك؟ تبعات ذلك بمعنى أن نحن سننتظر لحين اليوم الأخير من خروج بريطانيا، ولا أحد يعرف ما هي
شروط الخروج. ولذلك نرى على سبيل المثال يعني الكل يتوقع حتى رجال الأعمال إن لم يكن هناك اتفاق فستكون هناك فوضى، فوضى مالية اقتصادية حتى فوضى على الحدود البريطانية. يعني يوم أمس كان هناك تقرير واضح أنه ستكون يعني طوابير الانتظار بالنسبة لسيارات الشحن مئات أو عشرات الأميال. هذه تضع أنه هناك فوضى ستكون على حتى على الحدود بين بريطانيا وفرنسا، وحتى والنقطة المهمة الأساسية هي الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية. هذه بعض أبرز الملامح أيضا للخروج. طيب أيضا المدافعين عن بريكزيت قللوا من أهمية تصريحات مارك كارني، وقالوا بأنه يتحدث يعبر عن الخوف، يعبر عن مخاوفه وعن رعبه من فكرة البريكزيت. إلى أي مدى أيضا التقليل من هذه التحذيرات يصب في مصلحة البلاد الاقتصادية؟ لو نتابع التصريحات التي تنتقد يعني محافظ المركزي البريطاني بنك إنجلترا، نرى أنه ليس هناك هدف إلا البريكزيت. وكان هناك تصريح لحد أحد الوزراء البريطانيين قبل أسابيع قال لننتظر لن تنسحب بريطانيا وبعد ذلك نرى، يعني تصريح فعلا فوضوي إن صح التعبير. ولذلك أنا أعتقد أنه الآن هناك مسؤولية ومسؤولية كبرى على رئيسة الوزراء للتوصل إلى اتفاق لإقناع الجانب. هل ستنجح هذه المساعي؟ اليوم ستقابل ماكرون، وكانت في إيطاليا ولازالت تحاول اليوم مع الدول الأوروبية دول الجوار لإقناعهم بالورقة البيضاء التي قدمتها. هل ستنجح بمساعيها؟ نقطة مهمة، ولذلك عينت يعني ممثل لها شخصيا سيزور كافة دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة من يوم الاثنين القادم من أجل إقناعها بموقف بريطانيا. أنا أعتقد لا نزال بريطانيا تعاني من مشكلتين، مشكلة داخلية بمعنى حتى حزب المحافظين هناك محور فيه ضد البريكزيت، وهذه الذي جعل تغيير هناك تغيير بالورقة البيضاء التي ما يطلق عليها ورقة تشيكسا. هذه نقطة. النقطة الثانية هو في الخارج. اليوم لقاء ثيريزا ماي مع الرئيس الفرنسي جاء بعد ثلاثة لقاءات بين ثلاث وزراء بريطانيين مع من يقابلهم بالحكومة الفرنسية. هناك توقعات أنه الموقف الفرنسي لن يكون أقل شدة من الموقف الألماني. لماذا؟ لأن الرئيس الفرنسي الآن في وضع يحتاج بقربه إلى الاتحاد الأوروبي وليس ابتعاده والاقتراب من بريطانيا. هناك بعض الأصوات الخافتة التي تقول لماذا لا نلجأ إلى استفتاء جديد؟ مدى يعني واقعية هذا الطرح برأيك؟ هذه نقطة طبعا يطرحها قسم من حزب المحافظين وحزب العمال. هذه نقطة أساسية. أنا أتوقع أنه قد نصل إلى هذه النقطة فيما إذا لن يكون هناك أي اتفاق، وحتى إن كان اتفاق غير مريح ولا يرضي أعضاء البرلمان فقد يكون هناك هذا هو المخرج الأخير لعقد أو إجراء استفتاء ثاني. هل ألا تعتقد أن هذا سيؤثر على مبادئ الديمقراطية المرعية في هذه البلاد؟ دعيني أوضح نقطة، أنه الاستفتاء كان على أساس الديمقراطية، ولكن نرى أنه وصل إلى نتيجة الاسترليني انخفض 20% منذ الاستفتاء لحد اليوم. كافة الحاجيات، كافة البضائع ارتفعت. هناك مشاكل كثيرة بسبب البريكزيت، ولذلك أنا أعتقد النقطة أنه لم توضح البريكزيت قبل الاستفتاء. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى البازركال الخبير الاقتصادي على حضورك معنا هذه الليلة. كل الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة. تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.